نشرة الأخبار من قناة سهيل، والبداية بالعناوين. القوى السياسية تواصل مشاوراتها في صنعاء برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر. ناشطو حضرموت ينفذون وقفة تضامنية أمام منزل رئيس الوزراء خالد بحاح. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل القوى السياسية مشاوراتها في العاصمة صنعاء برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر بحثا عن حلول لأزمة سطو الحوثيين على مؤسسات الدولة واستقالة رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات. وكان الأمين العام للتنظيم الناصري انسحب أمس من المفاوضات ردا على تهديد جماعة الحوثيين التي أمهلت فيه القوى السياسية 3 أيام لحل الأزمة. وفي سياق متصل قالت مصادر إعلامية إن الحراك يدرس الدعوة لعقد لقاء موسع شامل لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني في مدينة تعز خلال الأيام القريبة القادمة. يأتي هذا فيما تشهد العديد من محافظات الجمهورية مسيرات ووقفات احتجاجية مناهضة للانقلاب على مخرجات الحوار ولسيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء. استبعد القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري انسحاب ممثلي الحزب من المفاوضات التي تجري مع جماعة الحوثيين عقب انقلابهم على الرئيس هادي، وقال إن الحزب سيستمر مع المتحاورين في فندق موفنبيك من أجل تجنيب اليمن سيناريوهات خطيرة. وأضاف الصراري لقناة العربية أن المهلة التي أعطاها الحوثيون للمتحاورين والمقدرة ب3 أيام هي فقط من أجل الضغط على الأطراف المتحاورة ولا يترتب عليها أشياء أخرى. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل الصوفي. بداية أستاذ نبيل، برأيك هل الحوارات السياسية قادرة على معالجة جوهر الأزمة في اليمن؟ لا طريق آخر سوى الحوار، ليس هناك طرق آمنة، وبالنهاية ليست هناك آليات قد يتجاوز مثل الحوار إذا كان هناك آليات لها بعض الشرعية، إذا كان قادر مثلا البرلمان أن يفرض خياره بدون ما ينتظر اتفاقة الأحزاب، أعتقد كان سيفعل، لكن ليس هناك طرفا قادرا على تجاوز الحوار. حتى أنصار الله وهم يتحدثون عن قوتهم وقدرتهم لا يستطيعون أن يتجاوزون سقف الحوار، وإن ذهبوا فسيعودون إلى الحوار مرة أخرى. نعم أستاذ نبيل، كيف تقرأ مخرجات مؤتمر الصلاة المغلقة يوم أمس؟ لن يكون هناك شيء مفاجئ، هو مثل ما حدث في المرة السابقة، هو نوع من الأنصار الله، نوع من العمل التنظيمي، نحن نفهم هذا العمل في الأحزاب كلها، مثل ما كان يفعل مع تجمع المصلحة في فترات مختلفة، حينما يريد أن يقوي خيار، لو يجمع حاشد من هؤلاء الناس ويكون القرار قد اتخذ والبيان قد أجزاء مسبقا، المؤتمر الشعبي العام فعل نفس الشيء، فليس هناك جديدا، هو نوع من جمع الأعضاء للقول أننا موجودون ويجب أن تسمعوا لنا وإلا، نوع من التهديد يعني. لكن القرار في النهاية كان قرارا طبيعيا، انه سينتظرون في النهاية ما ستقرره قيادة التنظيم وقيادة أنصار الله، أول هذه القيادة تنتظر حتى الآن موضوع الحوار الذي يدور في الموفنبيك أو في غيرها أو التواصلات الشخصية المباشرة. إذا أنت كمحلل سياسي كيف تنظر إلى مهلة 3 أيام التي منحها الحوثيون للمتحاورين لإيجاد مخرج؟ يعني هي مهلة من لا يملك إلى من لا يقدر، يعني مسألة ما هيش بالكيف، ليست لم تكون مسألة بحاجة إلى مهلة. هذه المهلة لو كان هذا المؤتمر الملتقى الذي عقد مرجعية، بمعنى أنه إن لم تقرروا فنحن سنقرر باعتبارنا مرجعية، كان سهل، أما هو في النهاية مؤتمر لطرف سياسي واحد لا يقدم ولا يؤخر، إن قرر عبد الملك الحوثي فعلا فهؤلاء الذين في الصلاة سيصفقون له،
إن قرر الحوار سيقولون أن الحوار أعظم ما في التاريخ، وإن قرر المواجهة سيقولون المواجهة هي التي خلقت بك أحسن. أقصد أنه في النهاية هو مهرجان تصفيقي لا أقل ولا أكثر. إذن أنت ترى هل هناك خيارات متبقية للقوى السياسية، وما هي تلك الخيارات؟ لا حل على الإطلاق. هم الآن يعني الكل يلعب على عدم الكل، غير هذه الأطراف السياسية غير متضررة من اختفاء عبد الرب المنصور الأحادي من المشهد. هذه النقطة الأساسية، لو كان هناك طرف منها متضرر من غيابه كان سيكون حركتها أكثر حيوية. الآن الأطراف هذه كلها مسترخية، ليس هناك طرف متضرر من انتهاء فترة عبد الرب المنصور هذه. هو كان يجب أن ينتهي فترته قبل سنة وأن يذهب الناس إلى رئيس جديد، لكن تواطؤوا جميعا، ما فيهم أنصار الله والإصلاح والمؤتمر وكل والمجتمع الدولي والمحلي، تواطؤوا على أن يمنحوا الرجل سنة فوق شرعيته، وبالتالي هم الآن يعني يشعرون أنه هذه السنة ما كانت فارقة، وبالتالي حتى سنة بدون رئاسة لن تكون فارقة. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل الصوفي حدثنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. نواصل بقية الأخبار، حيث تسبب الحوثيون أو بعد أن تسبب الحوثيون بحالة الفراغ الدستوري عقب اقتحامهم للقصر الجمهوري ودار الرئاسة وإسقاط العاصمة صنعاء وتنصلهم عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، يحاولون الآن إلقاء العبء على الأحزاب السياسية لإخراج الحوثيين من محنتهم التي وقعوا فيها كما يرى المراقبون عبر مهلة 3 أيام. المزيد في سياق التقرير التالي. في ظل غياب أغلب القوى السياسية في البلاد ومقاطعتها لمؤتمر حكماء الصالة المغلقة، تبرز إشكالية النفق المظلم الذي قاد الحوثيون اليمنيين إليه، بداية بانقلابهم على ما تمخض عنه مؤتمر الحوار الوطني الذي كان حاضنا لجميع القوى السياسية وبرعاية إقليمية وأممية، ثم انقلابهم على اتفاق السلم والشراكة الذي حمل في نتائجه بندا في غاية الأهمية، وهو المتعلق بخروج المسلحي الحوثي من العاصمة صنعاء وبقية المدن وإعادة سلاح الدولة الذي استولت عليه الجماعة، وذلك ما لم يتم حتى أفضت الأمور إلى تقويض الحياة السياسية برمتها في البلاد والسطو على القصر الجمهوري واقتحام منزل رئيس الجمهورية ووضع الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة تحت الإقامة الجبرية، وهو ما وضع البلاد في فراغ دستوري في عملية عدها المحللون انقلابا مكتمل الأركان من جانب الحوثي. وضع البلاد في فراغ دستوري، وعن الفراغ الذي أحدثه يمهل الحوثي القوى السياسية 3 أيام لتجاوزه بعد أن يحملها مسؤولية ما تسبب فيه، وقد أوهم الجميع بأنه قد ألقى الكرة في ملعب الآخرين بينما الكرة في الأساس في ملعبه، إذ أن تشكيل مجلس الرئاسي لإخراج البلاد من محنتها وإخراج الحوثي من ورطته يبدأ بسحب مسلحيه من المدن وإعادة الدولة المصادرة، بينما الكرة في الأساس في ملعبه، إذ أن تشكيل مجلس الرئاسي لن يكون حلا جوهريا ما لم يبدأ الحوثي بسحب مسلحيه من المدن وإعادة الدولة المصادرة، وهو حل يبدو في غاية السهولة للجوء إليه وشديد الصعوبة على الحوثي الذي ينظر إلى الموضوع من زاوية المسافة التي قطعها مسلحوه حتى وصلوا إلى العاصمة وأسقطوها لينتجوا واقعا جديدا يعلو فيه صوت البندقية على صوت العقل والسياسة. نفذ العشرات من ممثلي منظمات المجتمع المدني من أبناء محافظة حضرموت صباح اليوم وقفة تضامنية أمام منزل رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح بصنعاء تنديدا بالانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية، وللمطالبة برفع الحصار المفروض على الرئيس ورئيس الحكومة وعدد من أعضائها. وطالب المحتجون جميع القوى السياسية بالتمسك بالشرعية القائمة وفقا لمخرجات المبادرة الخليجية وانتخابات 2012 ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. المحتجون أكدوا تمسك أبناء حضرموت بنظام الأقاليم داعين إلى سرعة طرح مسودة الدستور للاستفتاء ليقول الشعب رأيه فيه. إلى ذلك عبر المحتجون في تصريحاتهم لقناة سهيل عن رفضهم للممارسات التي يرتكبها مسلحو الحوثي بحق الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة والتي قالوا إنها تتعارض مع القوانين. نتابع في الاستطلاع التالي. احنا جينا من محافظة حضرموت إلى هنا إلى أمام مقر الإقامة الجبرية المفروضة على دولة رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح للتعبير عن تضامننا معه، ولنرفض هذه الممارسات التعسفية التي يتلقاها هو والرئيس هادي وبقية أعضاء الحكومة
من فرض للإقامة الجبرية وتقييد لحريتهم الشخصية. فتنقول جئنا اليوم هنا لنؤكد أن أبناء حضرموت جميعهم يقفون خلف ابن حضرموت خالد بحاح. طبعا نحن هنا اليوم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأيضا صحفيين شباب من محافظة حضرموت، أتينا للتضامن مع دولة رئيس الوزراء المستقيل الأستاذ القدير خالد محفوظ بحاح من أجل رفض التعبير عن رفضنا التام للإقامة الجبرية المفروضة ضده، وأيضا لنوضح كلمة ضد العبث الموجود ضد عدد من القيادات الحضرمية وأيضا قيادات الدولة في صنعاء. طبعا نحن اليوم جينا نتضامن مع الأستاذ خالد بحاح ضد سياسة الإقامة الجبرية، ونرفض العنف بكافة أنواعه. نرفض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء المستقلين، كما نطالب بعودة الشرعية والمسار الدستوري ورفع كافة المظاهر المسلحة في هذا الجانب، كما نؤكد على القوى السياسية بأن تخرج من هذه الأزمة وتخرج من البلاد للوضع الطبيعي ضد تسوية سياسية وليس التسوية تحت التهديد والسلاح. أتينا من حضرموت رافضين الانقلاب الحاصل في العاصمة صنعاء، ورافضين للإقامة الجبرية التي تعرض لها رئيس الجمهورية والحكومة الممثلة بالمهندس خالد بحاح، ونتمنى من عودة الشرعية الدستورية وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه وأفضل، ونرفض كل القمع الوحشي الذي تعرضه المواطنين سواء في كل المحافظات. كمنظمات مجتمع مدني بمحافظة حضرموت الموقعين أدناهم ومشاركين في الوقفة الاحتجاجية نؤكد ما يلي: 1. رفضنا الكامل للإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها المستقيلين. 2. نرفض كافة أساليب القمع التعسفي والهمجي الممنهج بكافة أشكاله وأنواعه من أي قوى ضد المواطنين والمتظاهرين والصحفيين في جميع محافظات الجمهورية. 3. نؤكد رفضنا الكامل للانقلاب، ونطالب بعودة الشرعية، ونطالب كما نطالب القوى السياسية بالخروج للبلاد من الأزمة الراهنة، صادر عن منظمات ومكونات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت. هاجم مسلحون عصر أمس معسكر قوات الأمن الخاصة ومبنى جهاز الأمن السياسي بمحافظة البيضاء ومنزل مدير أمن المحافظة، وأفاد مصدر أمني أن مسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة شنوا عدة هجمات متزامنة على عدة مواقع، وأن قوات الأمن تصدت للهجمات واشتبكت مع المسلحين وأجبرتهم على الفرار. يأتي ذلك بعد مقتل 8 أشخاص بينهم 3 جنود وإصابة 12 آخرين في اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين نصبوا كمينا مسلحا لموكب عسكري يقل مرتبات اللواء 117 مشاة بمديرية مكيراس بمحافظة البيضاء. نظم شباب ثورة 11 فبراير بالحديدة وقفة احتجاجية للتنديد بالانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وتغليبهم للمصالح الضيقة لجماعتهم على المصالح الوطنية العليا. وندد المحتجون بما أسموها بالأيادي الخفية التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدين أن تلك الأيادي تسعى لطمس ثورة 11 فبراير والقضاء على أحلام ملايين اليمنيين بإقامة الدولة المدنية الحديثة. كما نفذ المئات من طلاب جامعة الحديدة صباح اليوم وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالإفراج عن زملائهم المختطفين من جامعة صنعاء. وندد المحتجون باستمرار المسلحين الحوثيين في اختطاف رئيس الاتحاد العام لطلاب اليمن رضوان مسعود والناشطين ياسين المليكي وفؤاد الهمداني. وطالب المحتجون بإيقاف مسلسل الانتهاكات الحوثية لحقوق الآخرين بالتعبير عن الرأي. عقد تجار محافظة إب مؤتمرا صحفيا داخل الغرفة التجارية بالمحافظة كشفوا خلاله عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع التجاري منذ أكثر من شهرين بسبب تزايد حالات السطو المسلح على المحلات التجارية واستمرار تلك العصابات في ممارستها دون أن يتم ضبطها أو متابعتها. وتحدث تجار إب عن إغلاق المحلات التجارية وسط المدينة يوميا من الساعة 8 مساء وحتى الصباح خوفا من عصابات السطو المسلح،
كما كشفوا عن تعرض أكثر من 45 محلا تجاريا لعمليات سطو مسلح. محافظة إد في حالة فراغ. هذا الفراغ الذي حصل قبل شهرين سبب لنا المصيبة. أتت المصيبة، أتت التآمرات، أتوا أصحاب النفوس المريضة، أصحاب النفوس الشريرة التي لا يهمها إلا تعبئة نزواتها الشريرة، واستهدفوا الرأس المال. الرأس المال هو رأس مال الوطن. الرأس المال هو أساس الحياة، هو دوران الحياة. إذا استهدف رأس المال استهدف الوطن أساسا. فالدول المتقدمة تفخر أنها تؤمن رأس المال. الدول المتقدمة تفخر أنها تحفظ رأس المال. الدول المتقدمة تبلغ العالم على أنها دولة حاضنة لرأس المال. لماذا تسمى أمريكا رأس مالية؟ لأنها حاضنة لرأس المال. نحن الآن نريد أن يحمونا فقط، يحمونا، يأمنونا من مصيبتنا. يعني كان في بداية السطو كان يسطو على التاجر، إذا لم يستطيعوا له أخذوا، إذا لم يستطيعوا أخذ ماله فلتوا جزره. من كثر الاستهتار وصل بهم أنه الشخص الذي ما قدروا له هم يطلقوا عليه الرصاص داخل محله. يعني علقنا الإضرار حتى يتم إلى رجال، يتم فرصة ومساحة المجال إلى رجال الأمن حتى يتم خطواتهم التي أوعدنا بها، وإلا فنحن على أتم الاستعداد إلى اتخاذ الأدوات والإجراءات التصعيدية حتى ندع هؤلاء الناس. قلنا الآن أكثر من 45 محل ما بين مواد غذائية، يعني جملة وتجزئة وبقالات وأصحاب ملابس ومواد بناء. بس أكثر ما كان يلاحظ يعني في الاعتداء السطو المسلح أكثر ما كان يلاحظ على المواد الغذائية. طبعاً ما وصل إلينا ليس ككل، وإنما هناك كان الخاض آخر، وأن هناك محلات وبقالات لم يصل إلى أهلنا ولم نسمع به إطلاقاً. تمام، فنهيب بالتجار بجميع المستويات حقهم مهما قل مستواهم الاقتصادي او كثر ان يبلغوا الغرفه التجاريه اولا باول، وسوف يقومون التجار باتخاذ الاجراءات اللازمه. اذا كانت الدوله لم تقوم بواجبها بهذا الاشخاص لاكملهم، فنحن نؤكد لكم تاكيدا كاملا ان سوف نطرد جميعا. وفي الحيز التالي نتابع مجموعه من الاخبار الاقتصاديه. تشهد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من الديزل والبنزين توقفا شبه كاملا بسبب أزمة الغاز الراهنة. وكانت قبل أشهر مراكز تبديل السيارات بالغاز قد شهدت إقبالا شديدا نتيجة ارتفاع أسعار وقود البنزين والديزل دون الغاز، وهو ما زاد استهلاكه وأحدث الأزمة القائمة لغاز السيارات والمنزلي. أكد نائب رئيس هيئة المواصفات والمقاييس إبراهيم الحشف أن نسبة التزام المستوردين بمراجعة الهيئة قبل الاستيراد طفيف جدا، ويأتي قرار المقاييس بالمراجعة قبل الاستيراد إثر ارتفاع الواردات المخالفة للمقاييس حيث بلغت ذروتها العام المنصرم أكثر من 1000 طن. ودعت المقاييس المستوردين القيام بمراجعة الهيئة ليتم دراسة ومطابقة الواردات حتى لا يتكبد الاقتصاد الوطني خسائر جراء الإتلاف. ندعو المستوردين تجنبا لبضائعهم هذه اللي ترفض في المنافذ وما تترتب عليها من خسائر الاقتصاد الوطني، ناهيك عن التهديد المباشر لسلامة المستهلكين، دعونا المستوردين والغرف التجارية إلى التعاون مع الهيئة ومراجعة الهيئة. يوجد التزام طفيف من بعض المستوردين إلى الآن تجاوب أنهم بيراجعوا الهيئة قبل عملية الاستيراد. ندعو عبر شاشتكم جميع المستوردين أن يتقوا الله في هذا الشعب، وأن يقوموا قبل أي عملية استيراد بمراجعة الهيئة بالذات فيما يخص بطاقة البيان ليتم دراستها وتحقق من كفاءتها ومطابقة المنتجات. ضبطت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات 30 محلا ومخزنا لمبيدات خلال حملة الرقابة والتفتيش الميدانية التي نفذتها على عدد من محل ومخازن بيع المبيدات بصنعاء. وهدفت الحملة إلى ضبط المبيدات المهربة والمغشوشة والتأكد من مدى التزام المتداولين وبائعي المبيدات بالاشتراطات الفنية والصحية في مزاولة مهنة البيع.
في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. القوى السياسية تواصل مشاوراتها في صنعاء برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر. ناشطو حضرموت ينفذون وقفة تضامنية أمام منزل رئيس الوزراء خالد بحاح. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة سهيل. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net. كما يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.